بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم طريق الشاعر العظيم السيد خلف الله يرحمه، قبله بالفتحة الثالثة. الفتحة الثالثة، أول ما تدخلون الفتحة الثالثة راح يجيكم أول تقاطع على اليسار، يعني أول فرع على اليسار. تنزلون بالفرع اللي على اليسار، مسافة 100 متر أكو تقاطع، يعني واحد يسار وواحد يمين. تطلعون بالفرع اللي على اليمين، مسافة كلش قليلة، يعني أقل 20 متر، تباعونهم على اليمين. هسه تشوفون الصورة مالته، واللي تيه المكان يتواصل وياي أنا أدلي في خدمتكم. هذا قريب ما وصل عليه هسه، قبل يوم هذه المنظومة مال القرآن، هذا العمود الأبيض، هذا هسه صرت مقابل قبل، راح افتر وارجع عليه. طبعا للمعلومة انا جاي من الاخير، يعني من النهاية، لان اندل. هذا قبله الله يرحمه، الله يرحمه برحمة الواسع. مع الاسف والله القبر مهجور، الصور ممزقة. بس اسأل اهله، يعني ما عافلكم خير؟ اجي اشوف قبره، اشوف ايش محتاج. مع الاسف الله عليكم، هي الدنيا، اللي يموت يخسر روحه وخلاص، حد يتأذى ولا والله. رجال شاعر ومعروف، اجي اتفقده اشوف قبره ايش محتاج. الفرع صار مقابل ذن الشتلات، الفرع الأول بالثالثة اللي على اليسار مقابلهن صاير. الله يرحمه إن شاء الله. كلا.